يعطيكم العافية. السؤال برضو كامل، أسألت الأونلاين على البكرات اللي عندي حصان ماسك حبل ومدير شاي القشات يمشي لليمين، اللي بيمشي لليمين هذا الحصان كونستنت فيلوسيتي 1 فيت لكل سكند، يعني هذا كونستنت فيلوسيتي، لو سميت هذا الحصان سميته القشي بي شو بحكي؟ بحكي إنه AA بيساوي زيرو، هاي أول شغلة بتعرفها، AA بيساوي زيرو. ثاني شغلة كالعادة معادلة الحبل، خلنا نحط المعطيات، في عندي هذا طول الحبل الأول وهذا طول الحبل الثاني، بحط معطيات من عندي، خلنا نسمي هاي المسافة مثلا من هون لهون هي اكس اي، المسافة من هون لهون من هون لهون عند القشة واي بي مثلا، هذا الوتر هو ال. شو بده يكون عندي هسه طول الحبل؟ طول الحبل هو ال يساوي مش ال، الحبل كلي ال كابيتال، ها او ال صغير، ال صغير كم هي؟ كثرة تربيعي اكس اي تربيع، اكس اي تربيع زائد كم؟ ارتفاع كامل، مو هي هذا الوتر هيو، ها هاي المسافة من هون لهون سمعت لك اياها اكس اي، المسافة من هون لهون هي 20، 20 تربيع زائد طول هذا الحبل اي بي، نفس الافكار، افكار واحده بتغير. طب 0 تساوي 2 اكس اي اكس دوت يعني بي اي 2 في الجذر نفسه، زائد في بي. يلا الفرع الثاني طالب اكسلريشن، اخ مره ثانيه اي بي، بي كم؟ بي اللي هي هاي اياها ايه كم يعني؟ هون لما اشتق مره ثانيه هذا القانون اللي قلت لكم مش عارفين نشتقه مائل بالفيديو السابق، تلاقي بالفيديوهات السابقه قلت لك لو اجت تسارع انت هون خلص بلعت، قلت لك صح هاي اشتقاق خلاص بحط لك اياها بالرسمه، فهاي اي بي بدي اياها، بضل هون القانون اللي بيطلع منه اي اي بدي يصفر، يعني بدي اشتق هذا البسط ومقام، كيف بشتق؟ هاي الاشتقاق اول شيء هو سمى هاي بي وسمى هاي اي عكسي، مش مشكله. شو قال لك؟ افرض انه اكس اي زائد ال هي كي 100% طول الحبل كي، ال اللي هي الجذر التربيعي نفس ما عملت انا، وهي اكس اي اشتقيت بالنسبه للزمن شو بطلع عندي؟ هاي دي اكس على دي تي اللي هي في اي، وهاي في بي، طبعا انا كنت عكسهم بالحل لما حكيت بالحل حكيت هاي بي وهاي اي مش مشكله، فشو بتطلع عندي؟ هاي القيمه هي شايف يعني نفس الجذر، بعدين بعوض في ايه بتطلع معي، يعني بطلع سرعة سرعة القشة، كان معي سرعة الحصان جبت سرعة القشة، بس لما تجيب التسارع بدي اشتق هاي، بدي اشتق هاي صح؟ بشتقها، شوف كيف اشتقاقها، هاي اشتقاق هاي اللي هي هاي القشة، هاي القشة امورها تمام اللي بدي اياه، يعني هذا التسارع اللي بدي اياه، هذا الاشتقاق اللي ما كنا عارفين نوجده بالسؤال المائل هذاك، كيف اشتقاقه؟ يلا خلينا نشوف اشتقاقه مع بعض. أول شيء بقول لك المقام في مشتقة البسط، طبعا هاي الاثنين طارت مع الاثنين، مش هيك بتصير تحكي وين الاثنين؟ بقول لك لا هي طارت أصلا، طارت معها، بديش إياها. يلا المقام في مشتقة البسط، شو مشتقة هذا؟ الأول بدون الاثنين، الأول في مشتقة الثاني، هيو زائد الثاني في مشتقة الأول، هيو هاي في بي، هاي في بي، لا هاي في بي وهاي اي بي، اي بي كم؟ اي بي اللي سماه هو الحصان زيرو، هاي زيرو بصفرها مش مشكلة خليه، المهم الاشتقاق ناقص البسط في مشتقة المقام، كم مشتقة المقام؟ اللي هو المقام ايش هو؟ الجذر التربيعي 20 تربيع زائد اكس تربيع، يلا شو مشتقته هذا؟ بكل بساطة 2x في x دوت اللي هي في بي يعني على 2 في الجذر نفسه، ايوه على المقام تربيع، ايوه قديش المقام هو اصلا؟ قديش المقام هو؟ هاي ربع، هاي ربع شال الجذر يعني، هسه شو بقول لك؟ عوض بدل دي اكس على دي تي عوضها في بي اللي انا طلعت اللي معي اصلا بالفرع اللي هي سرعه الحصان، واي بي واي بي كم؟ اي بي دي في دي بي اصلا هي سرعه تسارع الحصان زيرو،
و AA اللي هي AA اللي بدي إياها، سرعة القش، تسارع القشة. هاي شايف بقول لك إيش 4A بيعوض 0. طب ليش هو أصلا عملها هيك بصيغة عامة؟ عملها هيك بصيغة عامة عشان لو ما قالك كونستانت يقول لك هاي حل ريحك، تمام. فحل طلع معاه صار هيك. فعارفين كيف نشتق وسط مقام؟ يعني لما نرجع لهذا المثال، لما نرجع مثال البكرات اللي هو هذا، شو كانت معادلة الحبل؟ كانت معادلة الحبل هي عبارة عن الجذر التربيعي x تربيع زائد h تربيع زائد 2 y بيكون صح؟ تساوي كل اشتقاقها ايش؟ 2x ba على الجذر التربيعي 2 في الجذر x تربيع زائد h تربيع. كنا نحكي زي هيك، زائد 2 vb بيساوي 0. بعدين شو قلت لك هون هسه انا؟ لو اجتك تبلع صح؟ لا خلص هسه بلاش. نفس الشيء بنحكي 2ab بزيد هذا الشيء، هذا الشيء ايش؟ المقام في مشتقة البسط زائد ناقص البسط في مشتقة ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام التربيع. هذا الاشتقاق اللي هو xva على الجذر التربيع x تربيع زائد h تربيع هو نفسه هذا. ايوه نفسه، لا راح ولا اجى، بس بدل 20 تربيع كانت h، ما اصلا ما استعملتهاش. فبتمنى انه اشتقاق البسط مقام في الحاله زي اللي عملناها قبل شوي تكتبه زي راسك، تحفظه زي اسمك، تحفظه زي اسمك او تفهم كيف صار، تمام. هذا سؤال موقوفات، هذول مش سنوات، بس اللي فوق سنوات، هذول مش سنوات، هذا كان مقترح بسيط، دور على الحركه الدائريه على الار والثيتا، مش مشكله. هاي سؤال سيارتين مش مهم، اعطيكم الف عافيه.